إذن هذه هي معظم الأدوات التي والعدد التي يستخدمها الكهربائي. نعيدها بشكل سريع: الفاحص، التستر الكهربائي، ومن خلال ملامسة هذه القطعة الحديدية يتم إضاءة هذا المصباح الكهربائي عند وجود تيار كهربائي في السلك عند المقدمة. أيضا نوع آخر من الفاحص التستر، ويجب وضع الإصباح في نهاية المفك وفحص إذا كان موجود تيار كهربائي في السلك المراد فحصه. أيضا القطاعة الكهربائية، القطاعة العازلة، وهي لقطع أطراف الأسلاك الكهربائية بهذا الشكل. وأيضا الزردية، زردية الأسلاك، وهي أيضا تستخدم للقطع وجدل الأسلاك وتعرية الأسلاك أيضا كما أسلف الذكر. والخاصية الأخيرة وهي جدل الأسلاك مع بعضها البعض وربطها جيدا بهذا الشكل، أو يمكن ربط عدة أسلاك مع بعضها البعض بربط أسلاك مع بعضها البعض وجدلها أيضا بواسطة الزردية. إذن لجدل الأسلاك مع بعضها البعض. أيضا ذكرنا استخدام الزردية ذات البوز الرفيع، وهي لمسك الأجزاء الصغيرة ووضعها في مكان عميق، مكان عميق، وخاصة لمسك البراغي الصغيرة. أيضا كما ذكرنا عراية الأسلاك الأوتوماتيكية التي يتم تعرية الأسلاك بواسطتها أوتوماتيكيا، وكما تشاهدون الآن وضع السلك في المكان المخصص بالفتحة المخصصة له، ثم سحبه بواسطة العراية الأوتوماتيك فيتم تعرية السلك كما تشاهدون أوتوماتيكيا. أيضا هذه الأداة التي نستخدمها لربط نهايات الأسلاك وربط نهاية الأسلاك بهذا الشكل، وبالضغط عليها بين فكين المخصصين لكل لون من ألوان هذه النهايات الأصفر والأحمر والأزرق. أيضا تستخدم لتعرية الأسلاك من هذه من هذا المكان، ولقطع الأسلاك بدل القطاعة كبديل للقطاعة الكهربائية، وتكون أطرافها عازلة كما تشاهدون. يوجد أيضا المفك المصلب الزائد، نهاية زائد، الذي نستخدمه لفك البراغي الكهربائية أو براغي التثبيت. أيضا يمكن استخدام مفك عادي، مفك ذو رأس ناقص عادي لفك البراغي التي يكون على هذا الشكل، إما عادي أو مصلب من أنواع المفكات. وشكرا لكم أعزائي، وإلى حلقة أخرى من حلقات قناة فادي التعليمية للكهرباء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.